يا هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بضاري الماي الدافي كل يوم يضر الجلد ويسبب جفاف؟ لا، الموضوع مختلف شوي شوي. الماي الحار ايه، ولكن الدافي الفاتر لا، ما يسوي شيء. شو الحكمه من الماي الحار؟ انا اقول لكم، لما احنا نسبح بماي حار جلدنا فيه دهون وفيه بكتيريا نافعه، خصوصا الراس لازم يكون فيه نسبه دهون. الماي الحار شنو يسوي؟ يقوم يزيل هذه الدهون، بعدها تجي البكتيريا تطب على جلدنا وتسبب قشره. حار لا، دافي إيه. أوكي، ونعيما. يا هلا ومرحبا يا جماعة. القلق والتوتر جزئين. الجزء الأول أفكارنا يا جماعة، سلوكياتنا بالحياة، شنو أنا حامل من أفكار، فلازم تروح حق متخصص يقوم يعالج لك هذه الأفكار ويشيل لك هذه العقد. خلصنا. الجزء الثاني يا جماعة، عندنا مشاكل بالأمعاء. إذا كان عندنا مشاكل بالأمعاء، عندنا يا جماعة العصب الحائر. ركز معي، شنو هذا العصب الحائر؟ العصب في عصب من الامعاء واصل للمخ يا جماعه. اي مشكله تصير هني تاثر على المخ. زائد عندنا مثلا النواقل العصبيه، منها السيروتونين، ما راح يفرز عندك اذا كان عندك مشكله بالامعاء، فلازم تضبط امعائك. وايد انا حاط فيديوهات باليوتيوب والانستغرام شلون تنظف امعائك. زائد عندنا يا جماعه افراز الكورتيزول. الكورتيزول عندنا عندنا الكلتين فوقهم غده كظريه، هذه تفرز الكورتيزول. شلون ننزل الكورتيزول؟ إذا كان عندنا القصد الهندي أو القصد البحري، وأيضا عندنا الأشواغندا والروديو اللاروزية والماكاروت. كذي خلصنا. يا هلا ومرحبا، عندي لكم موضوع وايد حلو يا جماعة.